على الرغم من أخذها حيزا لا بأس به من الاهتمام في الآونة الأخيرة، إلا أن الرياضة في العراق ما تزال تعاني الكثير من المعوقات التي أثرت بشكل كبير على تطورها، منها عدم وجود إنجاز كبير في البنى التحتية التي تعد أحد أهم المرتكزات في المعادلة الرياضية ومفتاحا من مفاتيح النجاح الرياضي للبلاد. والله المعوقات هو يعني كثيرة، يعني من ضمنها أنه هذا الواقع اللي جاي نمر به حاليا، انه وضع البلد ما مستقر، يعني هذا ما ياثر على اللاعب، خصوصا هسه احنا جاي نمر بهاي الفتره ما نعرف شو وقت الدوري، شو وقت راح نلعب، شو وقت، هاي اللي جاي نمر به حاليا. لكن البعض يرى بان المنشات الرياضيه بدات تتطور ولو بشكل بطيء، ويمكن ان تكون بادره جيده لوجود امكانيات جديده في المستقبل القريب تسهم بتحسين الواقع الرياضي. بعض الانديه صراحه يمتلك الملعب ونادي ما يمتلك الملعب، وتعرف احنا الحمد لله والشكر تعرف بنت الرياضة صراحة من السنين الثلاث الأخيرة، ملعب الميناء، ملعب أجزاء النخلة، ملعب النجف، ملعب كربلاء، ملعب زاخو، حاليا ملاعبنا نادي الزوراء، وإن شاء الله نؤمن خير. فيما يذهب آخرون إلى أن عدم احتضان المواهب وصقلها وصولا إلى تأهيلها على مستوى الأندية والمنتخبات ولكافة الفئات العمرية تعد أهم الأسباب التي تعاني منها الرياضة العراقية، فضلا عن فقر كبير في المستلزمات الرياضية التي تقدم للاعبين. أغلب الرياضة والرياضيين ماكو تخطيط صحيح، ماكو دوريات منتظمة سواء كرة القدم وباقي الرياضات، ماكو اهتمام بالبنى التحتية، ماكو اهتمام بالفئات العمرية اللي هي رافد للمنتخبات الوطنية. وتعاني الرياضة في العراق على مختلف قطاعاتها فقرا حادا ومزمنا في الاحتياجات الضرورية، لا تقتصر على غياب المنشآت الرياضية المتطورة فقط، بل حتى الاحتياجات البسيطة للاعبين، فضلا عن الخلافات بين الهيئات الإدارية للأندية العراقية. الجميع يلقي بالمسؤولية على الحكومة العراقية وعلى الهيئات الإدارية للمنتخبات والأندية في تردي الواقع الرياضي في البلاد في وقت ما تزال الرياضة تشكل أولوية كبيرة لدى الجمهور العراقي. من العاصمة العراقية بغداد، محمد فاضل، الغد.